نعم، هناك هذه مجموعة الأسئلة تقول: السؤال الأول تفضلت به، أنه هل ملحمة جلجامش ممكن أن تتضمن أفكار ويعني من نستفيد منها في اشتقاق المادة الفكرية التي كان عليها أهل وادي الرافدين؟ هذا مؤكد، هذا مؤكد. لماذا؟ لأنه نحن ليس أمامنا غير هذا الحل أصلا. يعني إحنا ما عندنا نصوص، كما قلت لك، ما عندنا نصوص يعني تسمى نصوص فكرية واضحة. إحنا دائما نشتق من النصوص الأدبية والنصوص السياسية والنصوص الأسطورية والنصوص الملحمية، دائما نشتق منها الأفكار لتكوين نظام فكري. فمن المؤكد جدا أن ملحمة جلجامش واحدة من العلامات البارزة والمهمة جدا في وادي الرافدين، نستطيع أن نأخذ منها، نشتق منها فكرة الخلود، كيف تعامل أو كيف نظر الإنسان الرافديني للخلود، وهو موضوع مهم جدا يعني، وكيف أن هناك تدرجات حقيقة. عندما نذهب إلى هذا الموضوع على وجه التحديد، وأريد أن أضيفه للسؤال اللي هو مضاف إليه، يعني حضرتك ما ضفت كيف نظر الإنسان للخلود باعتبارها معضلة فلسفية أو مشكلة من مشكلات الفلسفة. وأقول لك أن الإنسان نظر إلى موضوع الخلود عبر أكثر من نص وأكثر من أسطورة بالتدرجات الآتية. أولا، إتانا في نص إتانا وهو يصعد إلى السماء، ذهب إلى آنو إلى السماء لأنه كان عقيما، فأراد أن يأخذ من الآلهة، من إله السماء، شيئا ليعالج به العقم. وفعلا حصل على عشبة تعالج هذا العقم، وعندما نزل كان قد أنجب ولد اسمه باليخ. هذا باليخ أصبح هو الملك الذي بعده، بمعنى الإنسان لم يحصل على خلودا طويلا، إنما فك مشكلة من مشكلات الموت أو انقطاع النسل، اللي وين؟ في التكاثر. إذن التكاثر، لاحظ معي، عزاء من عزاءات الإنسان الرافدييني، أن في التكاثر يتم الخلود، يعني خلود نوعي، عفوا نسبي. هذا واحد. أدبا على سبيل المثال، أدبا أيضا صعد إلى العالم الأعلى لأنه اشتكت عليه الريح الجنوبية، ولأنه أراد أن فعرض عليه الإله آنو، عرض عليه طعام الآلهة أو طعام الخلود وشراب الخلود. وكان قد أوصى ديموزي ونينكزيد، هذول اثنين من الآلهة، أوصوا أدب أن لا يتناول شيئا من آنو، لأنه إذا تناوله قد يحصل له شيء، عقاب يعني، بمعنى أنه كان أحمقا، يعني لم يستطع أن يعرف بأن هؤلاء يريدون أن يمنعون عنه الخلود، ففعلا لم يتناول أي شيء عندما قدم له الطعام، وبمعنى لم يستطع الحصول على الخلود، إذن فشل. عندنا المحاولة الأخرى اللي هي أنمي دار أنا، عندما صعد إلى السماء فجلب أسرار المعرفة وكذا، ونزل بها وعلم الإنسان القراءة والكتابة والخياطة وإلى آخره، فالمعرفة هي التي يعني هي عزاء من عزاء الإنسان، يعني هي التي تستطيع أن تقدم شيئا نحو الخلود. ثم جلجامش الذي بذل جهدا جبارا للوصول إلى أوتنابستم، حتى أعطاه زهرة، هي زهرة أو نبتة الخلود أو زهرة الخلود، لكنه لم يستطع أن يحافظ عليها. عندما نزل إلى البحر ليغتسل، جاءت الحية وأخذتها. والحقيقة هذا تعبير رمزي، هو أنه يعني مو الحية لا تخلد، لكن يريد أن يقول أنه هذا السهو عند الإنسان، هذا عدم الغفلة أبعدته. ولكن الملحمة عالجت هذا الموضوع، فقالت كلمة شهيرة جدا، أن بالعمل الإنسان يخلد، بالعمل وليس بالنسل. وأعطت مثالا أيضا سيدوري لجلجامش، أنك لا تفكر بالخلود أصلا، لأن الخلود ليس من شأن الإنسان، ما هو من شأن الآلهة. هذا أيضا نوع.
لكن الحل الوحيد الذي يقدمه لنا وادي الرافدين في وجود خلود هو مع أوتنابشتن الذي أو زيو سدرة أو أتراحاسس، هو نفس الذي قدم للبشرية يعني خدمة بأن أنقذها من الطوفان بواسطة السفينة، هذا فجازته الآلهة على الخلود. هذا هو فلسفة الخلود عند أهل الرافدين، يعني فلسفة متدرجة وفيها نادر شيء نادر وحيد لا يعني لا أثر له الآن، غير موجود أوتنابشتن في منطقة دلمون كما تشير النصوص. وبالتالي نحن أمام معالجة واقعية لمسألة الحياة، أن الإنسان فاني ويمكن أن يعالج الخلود نسبيا بالشفاء، تكاثر العمل، خلود الاسم إلى آخره. فهذه يعني قصدي أنا ضربت لك مثل، أنت جبت على القلقامش، أنا وسعت لك إياه أكثر على الملاحم الأخرى، فنستطيع أن نقول نعم عالجوها بطريقة صحيحة واستنبطوا منها الأفكار التي نريد. أما فكرة تأويل الملحمة في الحقيقة وارد التأويل، والتأويل لصالح ظهور طبقات خفية في الملحمة، هي مو بديلة، يعني أنا أؤمن بشرح الملحمة كما هي، هذا هو الأساس. لكن عندما نؤولها، يعني أنا شخصيا قمت بمحاضرة مشهورة ومعروفة اللي هي تأويل الصراع الشمسي القمري في ملحمة قلقامش والعودة الأبدي في ملحمة قلقامش، هذا التأويل الثاني. نعم أنا رأيت الطبقات السفلى لها، الطبقات العميقة، فهذا يثري الملحمة ولكنه لا يعطي صورة مطلقة ونهائية وكاملة. هو وغدا سيأتي شخص آخر يؤولها بطريقة أخرى، فالتأويل ضروري، وصارت هي نزعة الآن عند يعني العصر الحديث مبدأ الهرموناتيكا اللي هو التأويل، تأويل النصوص مهما كانت سواء كانت أسطورية أو روائية أو شعرية. هذا هو جوابي على، وهناك كثير يعني أنت عندك مثلا ملاحم أخرى أو أساطير أخرى من الممكن جدا أن نبحث فيها عن أفكار تمثل. وأنا كل محاضرتي بمناسبة هي مأخوذة من نصوص، يعني من نصوص أدبية وسياسية وثقافية أكثر مما لا توجد أفكار جاهزة. يعني أنا ما عندي كتاب رافدييني يشبه كتاب أفلاطون وأرسطو حتى أقول، عندي نصوص أولتها من لأمجدن رب الحكمة، من سيد والعبد، من مجموعة من النصوص، ووضعتها في إطار فكري لأقدم هذه المحاضرة أو هذه النظرة لموضوع الصراع بين المادية أو النزعات المادية والمثالية في الفكر الرافدييني. السؤال الثاني، لمن الأولوية للمادة أم الفكر في وادي الرافدييني؟ طبعا واضح جدا الأولوية للفكر وللمثالية يعني للألوهية أكثر مما واضح جدا شرحناها محاضرتي كلها، وأنا أشرح وكل ساعة أقول وهكذا، يعني انتصر الفكر المثالي، الفكر الإلهي هو اللي يقود، هو يعني واضح ما يحتاج حتى سؤال، واللي يعني حقيقة السؤال هذا اللي سئله كأنه لم يسمع المحاضرة. ثم الأسطوري أم المادي؟ طبعا الأسطوري، هاي نفس السؤال الحقيقة، الأسطوري هو اللي ساهم، هو اللي هو السيطر أكثر على قلنا الأسطورة والتاريخ وصراعها. السؤال الرابع الحقيقة، لا هل يمكن عقل عزل العقلي عن الدين أو لا يمكن عقل تمام هذا السؤال، لا يمكن عزل العقلي عن في الدين أو من خلاله؟ الحقيقة لا يوجد دين بدون يعني نزعة، يعني خلينا نقول عليها مثالية عالية مع يعني أمور مادية أو أمور يعني معالجات يومية داخل هذا العقل. فلذلك احنا بإمكان حتى في الأديان نجد ما يسمى بالفكر الديني، حتى في الدين نفسه. وأنا قدمت محاضرة أخرى عن ما أسميه بالفرق بين علم الأديان والفكر الديني ودراسات الدينية وفقه وتاريخ الأديان ومقارنة الأديان.
وقلت أن هناك نمط لا هو بالفلسفي ولا هو بالعلمي، هو يسمون الفكر الديني، وإحنا العرب جيدين جدا، عندنا منظومة ممتازة من المفكرين المعاصرين وليس القدماء، ممتازة يعني، عندنا نخبة اشتغلوا على هذا الموضوع. فأنا أقول نستطيع أن نستنبط من الدين فكرا، ولكن علينا أن نصف بأمانة ذلك الفكر ولا نقوله خارج ما هو عليه. يعني يجب أن نتحدث بدقة شديدة عن هذا الموضوع، لأننا محملين بأمانة أننا لا نفبرك ولا نقول أن العلم موجود في الدين وأن كل الحل كله بالدين والدنيا كلها لازم تنحل عن، لا، هذا خطر. والمفكر الذي يرتكب هذا الخطأ هو يجني على أهله وشعبه. يجب أن نحدد بدقة طبيعة الفكر الديني كما هو، كما نستنطق ليس فقط المقولات، وإنما نذهب إلى ما هو حاصل على الأرض، إلى الفعل الذي بقي، إلى ما هو عملي. يعني مو واحد يقول مثلا المرأة أعظم شيء في الدين الفلاني، إحنا لازم هذا ما نؤمن به، كلام هذا يجب أن نذهب إلى الواقع، هل فعلا المرأة تعامل معاملة عظيمة وحقيقية، وهل فعلا هي فاعلة في هذا العصر في وهنا هنا هنا هو المرب. يعني في الفكر الديني سواء كان رافديني أو إسلامي أو مسيحي أو يهودي أو صيني أو أي مكان، يجب أن نذهب إلى التطبيق وليس إلى المقولات المعسولة، لأن هذه مضللة بكل صراحة أقولها بوضوح شديد. مقولات المعسولة مضللة، هاي تكذب، تريد تغطي على جريمة، ليس فقط فيما يخص المرأة، العمل. قل لي من الأديان فيها عمل وليس تشجع على العمل من خلال المقولات؟ هذا كلام يقدر يقوله أي خطيب جامع، لكن احنا نروح لازم على الحقيقة، هل فعلا نتج عملا حقيقيا في ذلك الزمان أو في هذا الزمان من هذا الدين لو لا؟ والإنسان، مدى احترام الإنسان، حقوق الإنسان، يجي واحد يقول دين فلاني به كامل الحقوق، حقوق الإنسان، من يقول شلون إنسان يضطهد ويكفر ويذبح ويقتل ويصلب، شلون نجي نفكر بها؟ فأنا قصدي في الفكر الديني يمكننا استنباط في الدين يمكننا استنباط منظومة فكرية على شرط أن تربط بالتطبيق، وليس إذا بالمقولات كل الأديان تطلع مثالية كلها عظيمة وكلها كل شيء مسوية كأنه أبدا، لكن الحقيقة ليست هكذا، الحقيقة كبيرة جدا وأكبر من هذا بكثير. خامسا، نشأة الدين ومتى ظهر. الحقيقة هذا موضوع جدلي كبير جدا بين المهتمين في هذا في تاريخ الأديان، وأنا لي يعني تدخل خاص في هذه القضية، وقد ظهر في كتابي المعروف جدا اللي اسمه السحر والدين في عصور ما قبل التاريخ. أنا قلت بالحرف الواحد أن عصور الباليوليت، عصور العصر الحجري القديم، يعني منذ ظهور الإنسان إلى تقريبا إلى 12,000 قبل الميلاد، ثم عصور الميزوليت بين 12,000 و 8,000، كلها كانت خاضعة للسحر. السحر هو السحر هنا مو معناها أكو سحار وعدة كرة وعدة طاولة ويلعب بيها، لا، السحر هو طريقة في التفكير، قوانين عقلية. فالسحر هو الذي كان مسيطرا بالدرجة الأساس منذ النيوليث، العصر الحجري الحديث، العصر الزراعي، بدأ الدين. لماذا؟ لأننا لأول مرة نشخص إلهة اسمها الإلهة الأم، وتصنع لها تماثيل وتوضع في الحقول والمعابد فيما بعد. هذه هي بداية الدين الحقيقية، البداية الصحيحة للدين هي مع 8,000 قبل الميلاد في الأمم أو في الشعوب المتطورة آنذاك. أكو شعوب اكتشفت الزراعة في حدود 2000 قبل الميلاد، أكو شعوب بعد الميلاد وصلت للزراعة. فأنا أحكي عن بلدان المبكر تشوف الزراعة، في حدود 8,000 ظهر الدين ممثلا بالإلهة الأم. ها
هاي هي بداية. ثم تطور، كان يسمى الدين الأمومي المذر قادس والمترياركي، وحصل الانقلاب الذكوري في العصر الحجري النحاسي، فظهر الديانة البترياركية الأبوية الذكورية التي تغيرت أو غيرت نهج الدين بطريقة أخرى. واستمرت الأمور فيما بعد عندما ظهر الدين بسيستمه بنظامه الكامل عند السومريين. هو أول نظام ديني صحيح، أول نظام ديني متكامل فيه مكونات الدين الرئيسية ومكونات الدين الثانوية، أربعة هنا وأربعة هنا. هذا هو جوابي على السؤال الذي يتحدث عن نشأة أو يسأل عن نشأة الدين ومتى ظهره. السؤال الآخر هو أن هذه الأشكال والدمى والتماثيل والرسومات وإلى آخره، كيف يمكن أن نحلل رمزيتها في الدين بالنسبة للدين باعتبارها أشياء معبودة وأشياء مقدسة وإلى آخره؟ نعم، الإنسان أكبر مجال لتجسيد الفكرة كان عنده بقضيتين، الكتابة والفن، أكبر مجال على الأقل لبقائهم يبقون. يعني هو كان يعبر في الطقوس عن هذا الموضوع، لكن الطقس العملي زائل، الإنسان يمارسه ثم يعود إلى بيته مثلا أو يعني إلى حيث ما كان. فالطقس عملي لا، يعني ما نقدر نحفظه إلا عبر نصوص قليلة، وها عبر الكتابة. شوف يعني قصدي الكتابة وثقت لنا الدين وما هو عليه من خلال الأسماء الآلهة، طريقة التعامل معها، أدعية عليها والصلوات وكذا هذا. لكن الشيء الآخر اللي كان، مو كل الناس كانت تعرف كتابة مثل الآن، حتى الآن الناس نصها ما تعرف كتابة، فش حال قبل مئات الآلاف من السنوات. الإنسان منذ زمن حتى قبل الكتابة جسد الدين في الفن، في الفن اللي هو راح أعدد لك ما هو الفن، يعني شنو يعني أشكال الفن اللي جسد الدين. أولا عشان التشكيل بالذات، في المعابد طريقة البناء وكيف أنه يبني على مرتفع، وكيف مواصفات خاصة للعمارة الدينية تختلف عن العمارة الدنيوية، هاي واحد. ثانيا في الفن النحت، واللي يشمل تماثيل والنحت النافر والرسم والنحت أنواع، هذا مهم جدا. ثالثا في الرسم، رسم البينتينج يعني اللي هو على الجدران وعلى الألواح وغيرها، رسومات وليست منحوتات. رابعا في ما أسمي بالفنون الصغرى التي هي في الديكورات وغيرها. فالإنسان هذه فنون أيضا، في الموسيقى والرقص وغيرها أيضا جسد الإنسان، لكن أحكي عن التشكيل باعتبار السؤال له علاقة به الموضوع. كل هذه الفنون كانت تساهم في إضفاء أو في إعلان رمزية ما بالتأكيد. يعني هو يرسم مثلا، أحكي لك مثال بسيط جدا، عندنا في منطقة بعقوبة اللي هو أشنونة، في أشنونة مكان سومري شهير جدا، هذا عثروا على مجموعة كبيرة من التماثيل للآلهة. خلي أحكي عن الآلهة الآن. ميزتها غريبة جدا ومعروفة يمكن للذين يتابعون، أن العيون في الوجه كبيرة جدا، يعني لا يمكن حتى أن الصو، يعني كبيرة جدا، يعني أكبر من أكبر مساحة من ما هي عليه بضعفين وثلاثة حتى، وعلى شكل دائري. هذه ماذا كانت ترمز؟ كانت ترمز لشيء بسيط جدا ومعروف، أن الإدراك والنظر عند الآلهة أوسع بكثير من البشر، فكان يرمز شيئا. يعني أو مثلا القرون، يضع تاجا بقرون، فدائما هناك قرنين أو أربعة أو ستة، لأن دائما ماذا يرمز هذا؟ يرمز إلى الثور، لأنه الثور خصيب، خصوبته عالية جدا. يعني الآلهة بدأت في عصورها الأولى من 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 تجسيدات الخصوبة، فظل التاج المقرن أو القرني هذا رمزا للآلهة فقط، لا تجد مطلقا، لا تجد هذا موضوع على رأس ملك
إلا إذا كان هذا الملك مؤله. شوف هاش قد مهمة. مثلا الإله إنكي يطلعون له نهر من كتف الأيمن ونهر من كتف الأيسر وتمشي بها الأسماك. ليش؟ هاي رمزية لدلالة أنه إله الماء. الإله شمش رمزيته أن يطلعون أشعة من الأكتاف. الإله إلهة الزراعة نسيت اسمها مشهورة جدا، كان يطلعوا لها سنابل قمح من أكتافها. هاي كانت طريقة العراقيين في التعبير عن الموضوع، يعني يطلعوا لها نورته، يطلعوا لها أسلحة، يعني حتى في مو شرط من أكتاف، أحيانا باليد يمسكوا سلاحها حتى يرمز، وهكذا. هاي رمزية جدا عالية كانت موجودة، وكان الحقيقة أقول لك يتكلمون بها ويوحون بها أكثر أحيانا من نصوص كاملة. الرمزية خلينا نقول عليها التميمية هذه، أو الرمزية اللي موجودة في التماثيل. السؤال السابع، ما هي الأسباب التي انتقل فيها التعدد إلى التوحيد؟ اسمح لي أشرب مي شوي وأجيبك على هذا السؤال. نعم، في كتاب كنت قد أصدرته قبل حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات الحقيقة، اسمه كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد. قلت أن أديان التعدد لم تظهر فجأة، العفو، أديان التوحيد لم تظهر فجأة، وليس الوحي هو 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 الطريق الوحيد للتوحيد، ليس الوحي، إنما هناك تطورات ثقافية أدت إلى أن التعدد يتحول إلى توحيد. وجبت أمثلة مشهورة جدا الآن صارت متداولة عند الناس، وهي أن هناك عبادات باطنية ثلاثة أساسية، هي المسارية والهرمسية والغنوصية. طبعا ما أقدر أشرحها هنا لأن مشروحات في الفيديوهات يعني والمحاضرات بشكل تفصيلي. هذه اللي هي كانت محدودة، يعني قصدي ليست شعبية بمعنى مغلقة، يعني ما يمارسوها الجميع، يمارسوها فئة، يعني نخب محددة. هذه كانت توصلت إلى فكرة الحد من الآلهة، ووضع إله واحد في السماء، وإله ليس إله، هو شيطان في تحت الأرض. فصارت مقابلة بين الإله والشيطان بما معناه، وأن وألغيت تقريبا، ألغيت البقية، يعني صار عندنا إله واحد حي قيوم إلى آخره، وصار عندنا رمز للظلام، وصار بيناتهم صراع، ودائما ينتصر الإله الواحد. وأيضا الزرادشتية مع هاي التيارات منحتنا فكرة الصراع بين النور والظلام وانتصار النور دائما. أنا قصدي هذا السياق قرب فكرة التوحيد وإلغاء النمط الإلهي القديم المتعدد، حتى أن في الديانة الزرادشتية، وهذا أخذته من الآشورية، حولت بقية الآلهة إلى ملائكة، وبقي إله واحد. وهذا أيضا موجود حتى في ديانات التوحيد، هناك ملائكة مع الإله الواحد. فالقصد أن هذا تحول بفعل شيء جديد تحدث عنه ياسبرز في بداية المحاضرة، حكيت عنه، اللي هو العصر المحوري. في هذا العصر قال أن هناك نمط جديد من التفكير. حقيقة هذا مو فقط في الفلسفة، هو أيضا في الدين، لأنه بدأت نزعة الوحدانية هي التي تظهر بشكل واضح. فهذه هي الأسباب، والحقيقة هي هذه سببها أيضا بسيط جدا، أن الإنسان مهما سيطرت عليه أفكار، عندما لا يجد نفعا في تعدد الآلهة يلتجي نحو التوحيد. فتكون مهمة الإله الواحد هو استلام أو يعني مسؤولية المصير الإنساني والوجود بأكمله، هذا أكثر راحة بالنسبة للمؤمنين، وهو ما
أصبحت عليه البشرية أغلبها في عصورنا منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. السؤال الأخير: متى انفصلت نزعة العنف عن الحضارة؟ لم تنفصل نزعة العنف عن الحضارة. سؤال حقيقة استغربت لي. دائما نزعة العنف موجودة مع الإنسان، وأنا دائما أقول كلمة أرجو أن تكون قد وصلت إلى الناس، يعني أن المثالية، النزعة المثالية عند الإنسان تقود إلى العنف. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتصور شيء كامل نموذجي كامل ولا يتحقق يستاء، ويريد أن يحقق النموذج بالقوة، وبما أنه هذا مستحيل فينشأ عنا العنف. راح تقول لي والنزعة المادية؟ النزعة المادية تولد بطريقة أخرى، ليس بهذه الطريقة، تولد في زيادة الشهوات. نعم، زيادة الشهوات والإقبال عليها بالإسراف يؤدي إلى العنف أيضا. فالحقيقة لا توجد حضارة على الإطلاق لم تشهد العنف. يمكن الحضارة السومرية أقل الحضارات عنفا لسبب بسيط، أنها أول حضارة، وبعد الطمع والتوسع، نزعات التوسع بعده ما صايرة لحد الآن. بعد البشر أصلا يعني كل الكرة الأرضية كانت لحد الآن ما فيها أنظمة حكم ولا أقل، وليس هي ليست خالية، هي أيضا فيها، وحتى فيها معالجة للشر ومعالجة للخير وإلى آخره. وأيضا حصل نزاع بين مدينة أومو على الري وتحاربوا بيناتهم صارت، لكن هي عموما مغزت، يعني السومريين ما غزوا أحد، هم بالعكس انغزوا أكثر مما غزوا، فهي أهدى بسبب كونها أولى لا أكثر لا أقل، لا يعني أبدا. ومع هذا أقول أن العنف كان يرافق الحضارة دائما، وخصوصا كلما تقدم الزمن وصار العنف واضح جدا وقوي جدا وشرس جدا مع ظهور الإمبراطوريات. لماذا؟ لأن الإمبراطورية هي توسع على حساب الآخرين وتولد عنف. هذا التوسع سيسبب دمار وخراب وعنف، ثم زيادة النزعة العسكرية. لماذا تنزع الشعوب والحضارات إلى العسكرتارية؟ لأنها تريد أن تحارب، والحرب هذه بالتأكيد ستولد عنفا وعنفا مضادا، وهذا هو واحد من أسباب تدمير الحضارة الأساسية.